اتفاقية مبادلة العملة اللي وقعتها مصر مع الإمارات، هل الاتفاقيات دي من شأنها إن هي تقضي على أزمة الدولار؟ هل قصة تعويم الجنيه كده اختفت على الأقل خلال الفترات الحالية؟ ماذا يعني اتفاقية مبادلة العملة بين دولتين؟ مين اللي هيستفيد أكتر من اتفاقيات العملة، خاصة إن هو بيعتمد على حجم التبادل التجاري والاستثماري، ومصر مع كثير من الدول بتعاني من عجز في الميزان التجاري؟ هنتكلم عن الاتفاقية، عن إيه اللي دار في الاتفاقية، عن تأثيرها على الدولار وعلى تأثيرها على سوق الصرف، إلى جانب نتعرف على بعض الدول الأخرى، وإمتى تم قصة اتفاقية مبادلة العملة وليه تمت. بنذكر حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس، مشاركة الأصدقاء لتعميم فايدة، وتعالوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي قناة صباح البنوك. البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات دبي وقعوا اتفاقية مبادلة العملة بقيمة اسمية 42 مليار جنيه مقابل 5 مليار درهم إماراتي بما قيمته 1,400,000,000 دولار، تقريبا بسعر الدرهم 8 جنيه و40 قرش. محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله أكد أن الاتفاقية بتعزز العلاقات ما بين الإمارات ومصر وتيسر زيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب أنها حجر أساس للتعاون المشترك ما بين الشقيقتين الإمارات ومصر. خالد محمد بلعمي محافظ مصرف الإمارات المركزي أكد أن الاتفاقية بتعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية، وأن هي بتمثل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري وتحقيق الاستقرار المالي. ماذا يعني مبادلة العملة؟ مبادلة العملة ده بدأ سنة 2007 والولايات المتحدة اللي بدأته مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة نقص أو مشكلة في أزمة السيولة في ذلك الوقت، كان مشكلة الرهن العقاري، واللي تفاقمت في عام 2008 وأطلق عليها الأزمة المالية العالمية. والولايات المتحدة فتحت مع كثير من الدول في عام 2007 و2008 زي سويسرا والمكسيك وغيره من الدول. الهدف منها ان في دولتين بيتفقوا مع بعض، الدولتين دول بيعملوا عملية تبادل تجاري او استثماري بالعملة المحلية، بيحددوا القيمة ويحددوا المدة ويحددوا ايضا السعر. ممكن السعر يكون محدد مسبقا وممكن يكون وفقا للسعر وقت التنفيذ. يعني في بعض بيقول ان مصر مش هتستفيد من الاتفاقيات دي لان عندها عجز تجاري كبير جدا، ده بيأثر على مواردها من العملة الأجنبية، لان هي لو عملت بالعملة المحلية هي هتفتقد الجزء ده او المبلغ ده اللي هي تستورده من الخارج. لكن اتفاقيات مبادلة العملة بيتم تحديد مبلغ محدد زي ما شفنا كده مع مصر، يعني تم تحديد بقيمته 42 مليار جنيه. عملية التبادل ما بين الدولتين ما بيحتاجش عملة ثالثة، يعني أنا دلوقتي عشان أستورد من الإمارات كان لازم الأول أنزل السوق أدبر لي المبلغ اللي أنا هستورد بيه وليكن 1,500,000 دولار، بعد ما بدبر الدولار ببدأ أحوله للإمارات علشان خاطر الإمارات تديني سلع ومنتجات من عندها. والعكس، الإمارات كانت بتروح السوق وتاخد الدولار وتبعته لمصر عشان خاطر مصر تصدر لها منتجات وخدمات. في الحالة دي الاثنين مش هيبحثوا عن الدولار، الاثنين هيحولوا بالعملة المحلية. أنا هاخد منك بما قيمته 5 مليار درهم وانت هتاخد مني بما قيمته 42 مليار جنيه، وبكده احنا الاثنين مش هنبحث عن الدولار. هل ده جديد على مصر؟ لا، مش جديد على مصر، ومصر وقعت اتفاقية سنة 2016 مع الصين، وكانت الاتفاقية دي بما قيمته 18 يوان صيني ما يقرب من 2 مليار و600 مليون دولار.
الاتفاقية دي كانت مدتها 3 سنوات وتم تجديدها في مارس الماضي 2022. وأيضا مصر وقعت اتفاقية مع الهند وروسيا، والمتوقع أن هي تقوم بتوقيع اتفاقيات مع السعودية وجنوب أفريقيا ودول دول البريكس. مصر هتنضم إن شاء الله من يناير القادم 2024 مع دول البريكس. ومن أهم مميزات تجمع دوا إن عملية التبادل التجاري والاستثماري بتتم بالعملة المحلية. ايه هي فوائد الاتفاقية؟ فوائد الاتفاقية انها اولا بتخفف الضغط على العملات الاخرى داخل السوق. انا بدل ما اروح ادور على الدولار دلوقتي اقدر اعمل تبادل بالدولة اللي انا وقعت اتفاقية معها، سواء كان اليوان او الروبل او الدرهم الاماراتي او الريال السعودي او الروبي الهندية. حاجة تانية إن هو بيعمل لي عملية إصلاح في منظومة سوق الصرف. سوق الصرف حصل لها خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار نتيجة لعوامل، منها عوامل كتيرة زي الحرب، زي نقص موارد مصر من الدولار، زي المضاربة على الدولار والاحتفاظ به وتحويله وما يعرف بالدولارة وتحويله إلى مخزن للقيمة. كل ده ساهم في الأزمة. فعملية التبادل التجاري هتقلل من الأزمة دي وتقضي على عملية المضاربة، خاصة ان ممكن الدولار ينخفض خلال الفترة القادمة. الحاجة الثالثة هو تأمين الديون الخارجية بأقل تكلفة، يعني الدولة تقدر تقترض بتكلفة أقل مع الدولة اللي هي بتقيم معها علاقات أو اتفاقيات مبادلات بالعملة. أنا دلوقتي أقدر أقترض من الدول اللي أنا عامل معها مبادلات تجارية بتكلفة أقل من الاقتراض من السوق العالمي، وده اللي تم مع الصين، وتم الحصول على قروض ميسرة من الصين. وشفنا الزيارات اللي قام بها محافظ البنك المركزي المصري لبنك الشعب الصيني ولبنك التنمية الصيني، وأيضا وزيرة الاقتصاد السويسري اللي زارت مصر قريبا. وكل العلاقات دي تصب في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري ما بين هذه الدول. هل الاتفاقيات دي لها مخاطر؟ أي اتفاقية في العالم لها مخاطر. المخاطر الأساسية إن الدول ما تقدرش توفي بالالتزامات اللي عليها. هل في دول أخرى بتقوم بعمليات مبادلة بالعملة المحلية؟ في، وزي ما ذكرنا كده بداية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لكن الصين وروسيا والهند بيقوموا بجهود ضخمة جدا من أكتر من 15 سنة للتخلي عن الدولار والقضاء على هيمنة الدولار، ولذلك عملوا البريكس وعملوا اتفاقيات أخرى كتيرة جدا مع دول العالم. ويمكن الصين دخل على 40 دولة أو أكتر في اتفاقيات مبادلة العملة، ده إلى جانب التخلي أو تقليل نسبة الدولار في الاحتياطي لدى البنوك المركزية والاعتماد على الذهب أو عملات أخرى. كل ده بيحد من هيمنة الدولار الأمريكي. مدى تأثير دوا على الدولار في مصر؟ بالتأكيد الاتفاقيات دي، يعني احنا بنتكلم 1.5 مليار دولار مع الإمارات، ما يقرب من 3 مليار دولار مع الصين، ما يقرب من 3 مليار دولار مع الهند ولسه والسعودية وروسيا. كل ده بيقلل أو يخفف الضغط على الدولار، فلما قلل الضغط على الدولار ده معناه إن هيحصل استقرار في سوق الصرف، هيبدأ يحصل هزة في الدولار خلال الفترة القادمة، هنلاقي إن الناس اللي معاها دولار تبدأ تبيع فيزيد المعروض من الدولار، فممكن نشهد إن الدولار يحصل فيه فايض، ولو حصل فيه فايض في الدولار يبدأ إن هو يتراجع. السيناريو ده مرهون بتحركات البنك المركزي المصري والحكومة خلال الفترة القادمة، ولو زاد الفايض من الدولار أكيد هيتراجع. السؤال الثاني، هل في تعويم للجنيه؟ احنا بنتكلم على خطوات مبادلة العملة، على خطوات كتيرة بتقوم بها الحكومة لتوفير الدولار. فإذا توافر الدولار كده مفيش تعويم للجنيه المصري أو تخفيض في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة. وتوقيع الاتفاقيات في الوقت ده، يعني البنوك التانية شايفة دي منطقة استقرار في سوق الصرف المصري. طبعا الخطوات دي هتزيد من عملية الاستقرار في سوق الصرف خلال الفترات القادمة. وإذا تحقق هذا السيناريو مش هيكون في تخفيض للجنيه المصري. بشكر كل اللي بيعلق ويختلف.
الاختلاف لا يفسد للود قضية. وبرحب بكل التعليقات على القناة، وسعدني ان انا اشوف التعليق بتاع حضرتك. في النهاية البنك المركزي المصري ومصرف الامارات المركزي وقعوا اتفاقية مبادلة العملة، يعني هيتم التبادل التجاري ما بين مصر والامارات بقيمة 5 مليار درهم اماراتي بما يوازي 42 مليار جنيه مصري، وده بيفيد في تخفيف الطلب على الدولار، لان عملية المبادلة بتتم ما بين عملتين بدون وسيط وهو الدولار. واذا تحقق فائض خلال الفترة القادمة هنا الدولار هيبدأ يشهد نزول، وفي نفس الوقت مش هيكون في تخفيض لقيمة الجنيه. اذا البنك المركزي والحكومة قدروا خلال الفترة القادمة يغطوا الفجوة التمويلية إلى جانب يحققوا فائض في السوق المصري. لو في أي تعليق عند حضرتك اكتبه على القناة، بنشكركم وبنذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ومشاركة الأصدقاء لتعميم الفايدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. بنك القاهرة اعلن عن رفع شهادة البريمو اللي هي 3 سنوات 5 سنوات 7 سنوات ثابتة خلال مدة الشهادة.